وكان لي الشرف أن حفظت القرآن في سن مبكرة وأنا عندي 12 سنة، وبعثت إلى جمهورية روسيا الاتحادية من سنة 90 ل94، وحصلت على الدكتوراه من جامعة موسكو. فشرف كبير لي أن أكون بينكم وبين المنصة الكريمة الفاضلة، شرفت بكم اليوم. لا شك أن العلم، وهو متخصص في فرع دقيق يسمى الفيزياء الفلكية، وعلم الفلك هو من أكثر العلوم التي جاءت في القرآن الكريم. الشمس والقمر والنجوم والمسارات بتاعتها كلهم في فلك يسبحون، وارتبط الصيام والصلاة بعلم الفلك. يعني نصلي الصبح قبل شروق الشمس، نصلي الظهر عند تعامد الشمس، نصلي العصر عندما تميل الشمس، نصلي المغرب عندما تغيب الشمس، نصلي العشاء عندما يأتي الشفق الأحمر. فعلم الفلك ارتبط بالعبادات وبالسنن المحمدية. علم الفلك أيضا الذي تخصص فيه هو مرتبط بالصيام، حينما يقول غدا أول شهر رمضان نمسك عن الطعام والشراب ونصوم، فهذا هو علم الفلك. الشمس والقمر بحسبان، فهو متخصص في تخصص دقيق في الفيزياء الفلكية وطبقات الجو العليا. فهذا كون انهم اختاروه، ان زي ما عشت في روسيا ما فيش حد بيعدي الا اذا كان على الفرازة، يعني لولا انه يستحق، لولا انهم تمسكوا به. فهذا شرف كبير للعائلة والبلدة والمنطقة، بل للمحافظة، بل لجمهورية مصر كلها. وطبعا لا يفوتني ان احيي والدي الاب والام، لان هم الاساس وهم البركه. وطبعا العلم والعلماء دي اول ايه نزلت في كتاب الله عز وجل. يعني ربنا ما قالش صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج، قال اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، لان العلم والقراءه هما الذي يوصلان الى العلم والى التقدم. ولا يزال، وطبعا دي مش نهاية المطاف بالنسبة لابننا، ولكن هي البداية. حصول على الدكتوراه ده بداية السلم، لسه بعديه أبحاث وترقيات وطريق طويل. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. فهي بداية مشوار له في هذه الدول والدول المتقدمة، ولا بد من التمسك بالتقاليد الدينية التي أرساها، لأن الدين والأخلاق والمثل العليا التي أرساها الدين هي الأساس في هذا التقدم والتفوق. وكم نادى كثيرون بالرجوع إلى دين الله عز وجل، لأن بالعلم تتأمل قدرة الله عز وجل في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق النجوم والكواكب. كل ده وسيلته العلم. وكما سمعنا منذ قليل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لنفسي أولا، ولا ابن أخي ولأسرتي وللعائلة وللقرية، بل للمحافظة وللجمهورية بأكملها. وشرفت اليوم بالحضور مع هذه الكوكبة المشرفة والجمع الكريم. أهنئكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى استاذنا. بس هو في حاجة للإيضاح، بس هو طبعا الصلاة جت لنا يمكن قبل 48 ساعة و24 ساعة من الاحتفالية. النهاردة موجود في المنيا السيد وزير التعليم العالي وكل رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية، انعقاد المجلس الأعلى للجامعات في جامعة المنيا، وبيعملوا افتتاحات في المستشفى الجديدة الثلاثي اللي على الطريق، وحضراتكم جايين اللي جنب مدخل الجامعة. وطبعا السيد المحافظ موجود معاهم. واشهد الله ان لو الموضوع كان مترتب شويه واتبلغنا قبليه،
لكن هذا الجمع كله لسادة المحافظ كانوا يبقوا حاضرين معاكم، وانا متاكد ما كانش حد منهم هيرفض، كان بالعكس، لان هم ده نتاج وزاره التعليم العالي، كان كله هيبقى سعيد. بس يمكن انت طبعا مشكور، كان مشكور الدكتور مصطفى على التنسيق، انما طبعا قدر الله ما شاء فعل، انما زي ما قلت لك يا ابني باذن الله يعني ان شاء الله هتيجي عليك وقت باذن الله، وانت راجع في يوم من الايام قيادات الدوله كلها ان شاء الله تكون في استقبالك. شكرا. والآن مع كلمة الدكتور عصام حسنين أحمد، عم الدكتور أحمد سمير وعم عائلة إسماعيل، فلا يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والله الذي لا إله إلا هو، بعد أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي هذا الجمع الطيب، هذه المنصة الكريمة وهذه الوجوه النضرة، ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن العبرات لتحتبس في عيني وإن الكلمات لتحتبس في لساني، لأنني بالنسبة للدكتور أحمد الأب والعم والخال وكل شيء، والله العظيم إن الكلمات لا تكفي في هذا الحفل الجميل وهذا الحفل الكريم. يعجز كلماتي كيف أتكلم بعدما سمعنا هذا الكلام الجميل، كيف أتكلم وكيف أخطب وكيف أشرح بعدما سمعنا كلام الله عز وجل، وبعدما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما شرفنا بهؤلاء البهوات الذين شرفونا ونورونا، وهذه الوجوه النضرة التي أرى والله العظيم فيها النور والفلاح. أيها السادة، والله الذي لا إله إلا هو، إن لساني لا يعجز، كيف أشكر هذه المنصة الطيبة التي شرفتنا ونورتنا ورفعت رأسنا، كيف أشكر هذا الجمع الذي تعب وركب المواصلات وجاء إلى هنا من المسيل ومن العجل ومن مغاها. ولكن أقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا، وأقول للعالم كله، أقول للعالم كله هنيئا لك بالدكتور أحمد سمير، فالعلم لا وطن له، العلم لا وطن له، العلم لا وطن له، والعالم ملك العالم.